بدأ انتشار المطاعم البغدادية الحديثة في مطلع القرن العشرين، وكانت مطاعم بسيطة ومحصورة في الخانات والبيوت وعلى الأرصفة والعربات وبالقرب من تجمعات العمال أو معسكرات الجيش، وكانت تقدم أنواعاً من الأكلات من ضمنها الباتشا والدولمة والتشريب وباقلة بالدهن والبامية والمرق والرز بأنواعه، وأنواع الكبة من البرغل والجريش والرز، وكذلك خبز عروب والإخميعة، وهي الحليب والخبز والسكر، إضافة إلى المقبلات البغدادية.